طيب قبل ما نبدا حلقتنا كالعاده لازم نطمن على الجو مع استاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسميه الارصاد الجويه. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ وحيد. وعايزين نطمن على الجو اخباره النهارده ايه؟ متهيألي حضرتك كنت قلت امبارح ان في النهارده انخفاض ويمكن احنا حسينا فعلا او شعورنا بالانخفاض ده. هو لا احنا امبارح كنا في انخفاض حضرتك، لكن اعتبارا من اليوم في بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. وقمة هذا الارتفاع هو يوم الثلاث والأربعاء. فعلى سبيل المثال بالأمس القاهرة سجلت 24 درجة، النهاردة منتظر ليها 27 درجة مئوية، يعني ارتفاع 3 درجات. بكرة يعني القاهرة ممكن تصل إلى 30 أو أكثر. يوم الثلاث والأربعاء هتصل إلى 34 وأجواء شبه صيفية. لكن بالرغم من الارتفاع المتوقع خلال ساعات النهار بيبقى الجو بارد أثناء الليل. فطبعا يجب استمرار ارتداء الملابس الشتويه خاصه خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات المبكره من الصباح. خلال هذا التوقيت هناك شبوره مائيه كثيفه على الطرق المؤديه لمنطقه برج العرب والعريش، مستوى الرؤيه من 1000 ل 1500 متر تقريبا. ان شاء الله على الساعه 9 من صباح اليوم تنقشع تماما هذه الشبوره وتعود الرؤيه الى الحد المناسب بالنسبه لحركه السفر. اليوم ايضا هناك هدوء في سرعه الرياح، ده له مردود ايجابي على حركه الملاحه البحريه سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط. هذه الموجه الحاره هتنتهي معنا ان شاء الله يوم الخميس القادم. تمام. طيب استاذ وحيد صباح الورد على حضرتك مره ثانيه. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان النهارده كان في شبوره جامده جدا وفعلا احنا لاحظناها واحنا جايين، ولكن عايزه حضرتك بس تقول شويه تعليمات لمشاهدينا في حاله وجود شبوره ان هم يتبعوها طبعا تجنبا او منعا لاي حوادث لا قدر الله. هو حضرتك طبعا اهم حاجه يبقى في مسافه امان بين السياره والاخرى، عدم تخطي السيارات الاماميه، القياده بهدوء لحد ما طبعا اذا كان في اضاءه خاصه بالشبوره ريت ان احنا نستخدمها. تمام. طيب درجات الحراره بقى المتوقعه في القاهره والمحافظات. يعني ان شاء الله السواحل الشماليه من 22 ل 23 درجه مئويه، اما القاهره والوجه البحري من 26 الى 27 درجه، ترتفع نسبيا على شمال الصعيد، الفيوم بني سويف المنيا اسيوط الى 28 درجه، اقصى جنوب البلاد عند سوهاج الاقصر اسوان ابو سمبل الوادي الجديد من 30 الى 32 درجه مئويه. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه، وصباح الورد عليك يا فندم.